لك جزيل الشكر والامتنان، وندعو الله أن يرفع درجاتك بالقرآن. غدير خم يوم يحمل العديد من المضامين والدروس والعبر والتي تحتاج إلى فحص دقيق وبحث تاريخي وإلى التمعن فيما حدث بعد ذلك. وهنا نبقى مع كلمة الحفظ مع سماحة الأستاذ الشيخ حسن العالي لتناول هذه الحادثة بمزيد من التفصيل، فلنستقبله بأعلى الصلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك. نبارك لولي الله الأعظم عجل الله له الفرج ولمراجع الدين العظام، ولكم أيها الحفل الكريم هذه المناسبة العظيمة، ونسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الكافي عن الباقر عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. فسأله زرارة: وأي شيء أفضل في هذه الخمسة؟ فقال عليه السلام: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. الاستهلال بهذه الرواية جاء لعظمة وثقل هذه الرواية، فهي ثقيلة الوزن، سندان لها سندان معتبران صحيحان، ولها ثقل في المعنى، ثقل في المضمون، لأن هذه الرواية تبين ما بني عليه الإسلام، يعني الأسس والأركان الركينة التي يقوم عليها الإسلام. ثم بينت الرواية موقعية الولاية في ضمن هذه الأسس وضمن هذه الأركان، وأن لها موقع متقدم وموقع سابق وموقع أصيل في حماية بناء الإسلام وأركان الإسلام. أول بحث يثار في هذه الرواية الشريفة: كيف نقرأ لفظ الولاية؟ هل أنها الولاية بالكسر أو أنها الولاية بالفتح؟
بعض فرق بين القراءتين، الولاية بالفتح تعني النصرة، تعني الاتباع، تعني التأسي، المحبة. أما الولاية بالكسر فتعني السلطة، السلطان، الإمارة. بعض أعلامنا قال المناسب أن تقرأ بالفتح، يعني الولاية، لأن الحديث، لأن الرواية تتحدث عن واجبات عملية في الإسلام، يعني الصلاة، الصوم، فإذا قرأناها بالولاية فهي تشير إلى واجب فرعي، يعني التأسي، الاتباع، النصر. كيف نرد على هذه المسألة؟ أولاً، حتى لو قرأناها بالولاية، يعني أن المقصود بها بني الإسلام على الصلاة، الصوم، على محبة أهل، أيضا الرواية بذلك لا تخرج عن الوزن الاعتقادي. لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه يتحدث عن المودة، عن المحبة بوزان الأصول وليس بوزان الفروع. عندما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المعادلة بين مودة القربى وبين تبليغ الرسالة، هذا يخرج المودة عن الواجبات العملية الفرعية إلى الواجبات ماذا؟ الأصلية الاعتقادية. حتى لو قلنا أن قراءتها بالولاية أيضا محبة أهل البيت ترتقي إلى مصاف الأصول، لا تنحدر إلى مصاف الفروع الدينية. الأمر الثاني، المناسب أن نقرأها بالولاية، يعني أن الرواية تتحدث عن تولي أكل البيت، عن سلطانهم، عن إمارتهم في الدين. لماذا؟ لأن الذيول أو الذيل التالي في الرواية يتحدث عن علاقة ولايتهم سلام الله عليهم ببناء الإسلام، وأن البناء وأن ولايتهم مفتاح التكاليف، مفتاح وباب الإسلام الصحيح يأتي من خلال ماذا؟ من خلال ولايتهم. لأن الإمام بعد ذلك يقول لأن الولاية مفتاح الدين، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليه. فهنا تكلام عن السلطة، عن السلطان، عن الإمام. هذا مع أن السيد الطباطبائي في الميزان قال فرق البعض بين الولاية بالفتح بمعنى النصرة والولاية بالكسر بمعنى السلطان، ولم يثبت هذا التفريق. يعني سواء قرأناها بالكسر أو بالفتح فهي تشير إلى ماذا؟ إلى الأصل الاعتقادي، إلى السلطان، إلى السلطة، إلى الإمارة. البحث الثاني، الرواية ذكرت خمسة أشياء: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الولاية، لكن هذه الخمسة الأشياء ليست على وزان واحد. الأربع الأولى وظائف عملية مرئية، أما الوظيفة الخامسة وهي الولاية ف
فجوهر الولاية أمر غير مرئي. الولاية لغى آثار مرئية وهي الاتباع، لكن قوام الولاية، جوهر الولاية بالالتزام القلبي، جوهر الولاية بالالتزام الفكري والعقلي. هنا الرواية تريد أن تقول لا تفضلوا مرئيات الدين على أصوله غير المرئي، الالتزام القلبي النفسي العقلي أمور عظيمة وإن كانت غير مرئية إلا أنها تتقدم على المرئي، وهذا ما لم يلتفت إليه الكثير من المؤمنين قديما وحديثا، حيث أنهم يجعلون جل التركيز على هيئات الأبدان في العبادة. ترى أنه يراعي ويهتم كثيرا بماذا؟ بتأدية الأبدان للعباد، بينما لا يراعي لعمق الأمور الغير مرئية في القلب، يظن أن ترتيب هيئة البدن في العبادة أعظم عند الله من ترتيب وضع الالتزام القلبي والعقلي والفكري في قلبه. علينا أن نهتم بالأمور المرئية والوظائف العملية، لكن لا أن نغلب الاهتمام بالوظائف العملية على الأمور القلبية. ليس وزن الأمر القلبي فقه القلوب ليس وزنه بفقه الأبدان. الصلاة جلها فقه أبدان، الحج كذلك، بينما العلاقة بالولاية التي هي علاقة فكرية قلبية وزنها وزن فقه القلوب. فقه القلوب يتقدم على فقه ماذا؟ على فقه الأبدان. حتى تجدون أن الكثير من المحاضرين، الكثير من الباحثين يركز على الوظائف العملية، على الأخلاق، على مثلا العبادات، على الاجتماعيات، بخلفية أن هذه الأشياء تمثل جوهر المؤمن. إذا أردت أن تفرق بين مؤمن وآخر يقاس الفرق في ماذا؟ في هذه الوظائف العملية، هذا خطأ. هذه أبواب مهمة وأساسية، الأخلاق، الفقهيات، الاجتماعية لها وزن في قيمة المؤمن، لكنها لا تعادل بوزن ماذا؟ بوزن عقائد المؤمن، ولاية المؤمن. القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته بيّن لنا أن الولاية العظمى، أن ولاية الولي لا يقرن بها شيء، بل فلسفة الأعمال البدنية، فلسفة الوظائف العملية هي أنها تصب في ولاية الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بدلنا اتجاهات العبادة، بدلنا اتجاهات الأبدان، ولكن ليس الفلسفة في الاتجاه المادي، نتجه هنا أو نتجه هنا. الفلسفة، كل الفلسفة، هل يؤدي المؤمن تلك الوظيفة بخلفية اتباعه لولاية الرسول صلى الله عليه وآله، أو أنه يؤديها باعتبارها أنها أمر مسلم؟ شوفوا، وما كانت القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع. إذن فميزان العقيدة والفكر وما في القلب أعظم خطورة، أعظم مكانة مما يؤديه الإنسان
بهيئات الأبدان، بعمل الأبدان. كذلك في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هنا جعل كل التكاليف في كفة وجعل المودة وين؟ في كفة أخرى. وهذا معنى أنه لا يقارن شيء بالاعتقاد بهم بالمحبة العظيمة لهم التي هي وليدة التولي بهم والالتزام العقلي والفكري بولايتهم. البحث الثالث وهو مهم: البرهان العقلي في رواية البحث. هناك منهج سائد في محاكمة الروايات، المنهج المتعارف. كيف نعرف أن هذه الرواية صحيحة وأن هذه الرواية سقيمة؟ المنهج المتعارف هو منهج الأسانيد. إذا كانت الأسانيد صحيحة نأخذ بالرواية تعبداً وتسليماً، وإذا لم تكن الرواية ذات أسناد أو إسناد صحيح فإنه ماذا؟ فإنه لا تؤخذ بالرواية. هناك منهج آخر، وهذا المنهج واسع الفائدة، وهو منهج الالتفات إلى البراهين العقلية المودعة في روايات أكل البيت، سواء كانت روايات فقهية أو روايات أخلاقية، فضلاً عن الروايات العقائدية. برهان عقلي إذا استطعنا أن نستلهمه من الرواية كان هو أعظم موثق لصحة مضمون الرواية. تلتفتون معي أو ليس كذلك؟ إن كانت الرواية موافقة للبرهان العقلي يؤخذ به، وإن كان مضمون الرواية غير موافق للبرهان العقلي لا يؤخذ. مثلا من باب المثال، اختلف المسلمون في رواية وهي رواية الثقلين، هل أنها إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي أو كتاب الله شنو وعترة؟ إذا تراجعون الحوارات المذهبية تجدون أن مصب البحث على الأسناء، أن رواية عترتي هي ذات السند القوي، هي ذات السند المتواتر، أما تلك الرواية ليس لها ماذا؟ ليس لها سند. مثلا نستطيع بمنهج آخر وهو منهج البرهان العقلي، نقول لو قرأنا الرواية بقراءة كتاب الله وعترتي هل هذه القراءة موافقة للبرهان العقلي أو كتاب الله وسنتي؟ البرهان العقلي يقول لنا كتاب الله وعترتي هي القراءة الصحيحة، وكتاب الله وسنتي ليست قراءة صحيحة، ليست الرواية الصحيحة. لماذا؟ تفتوا جيد. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أردت رتب على الثقلين، رتب ماذا؟ استقامة الأمة وعدم الضلال، لن تضلوا بعدي أبدا. نسأل العقل، نسأل البرهان العقلي، هل يكفي في الاستقامة في ضمان استقامة الأمة أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله بنودا تشريعية مبثوثة في الكتاب والسنة، أو أن ضمان الاستقامة يتوقف على عنصرين: على دستور رصين، وعلى معلم إلهي جامع لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التجارب البشرية ماذا تقول؟ على طول تاريخ الأمم مع ماذا؟ مع الرسالات الإلهية، هل ضمن الدستور لوحده استقامة الأمة، أو أن التعاليم تبدلت والأحكام تغيرت بفعل الأمة الحاكمة على الدستور وعلى بنود الدستور؟ أيهما؟ العقل يقول ضمانة بقاء الدستور بوجود ماذا؟ بوجود معلم حامل خليفة وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى تستتب الرسالة. إذن هذا البرهان العقلي يقول لنا كتاب الله وعترتي، لا كتاب الله شنو؟ وسنة. هنا أيضا في رواية الباحث الإمام عليه السلام حكم بأفضلية الولاية على التكاليف الدينية، قال خمسة أفضل الخمسة من؟ الولاية. سؤال، هل اكتفى الإمام بطرح المسألة هكذا كفتوى دينية، أو أنه أردف ذلك بدليل؟ هل طرح دليلا عقليا؟ أقول نعم، طرح دليلين عقليين. الدليل الأول، قال عليه السلام الولاية أفضل لأنها مفتاحهن. التفت، هذا بيان عقلي، يقول الولاية تفتح باب التكاليف. التفت جيد، سؤال، أليست التكاليف يعني الصوم الصلاة الزكاة الحج أليست هي أمور عرشية؟ جاءت من أين؟ نزلت من أين؟ بتقرير وقانون بشري، أو نزلت من البقعة العرشية؟ هذه التكاليف عرشية. من الذي يفتح لنا التكاليف العرشية؟ أي رجل أو رجل بشرط أن يكون عرشي؟ بشرط أن يكون عرشيا، أيهما؟ العرشي يعني الجائي من العرش لا يفتحه، لا يكون بابه إلا رجل له صفة العرشية. وأهل البيت يدعون وبينوا، وكل الرموز الآخرين نفوا عن أنفسهم ماذا؟ صفة العرشي. قالوا نحن لسنا بعرشيين، نحن لم نأتي ولا يوجد عندنا اتصال بعالم العرش إلا أهل البيت. إذا كانت التكاليف عرشية فالفاتح لهن أيضا ما يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون عرشية. هذا نظير ماذا؟ نظير قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابه. التفتوا، هذه الرواية ليست فتوى من النبي بلا دليل، هذه الرواية أيضا تحمل في أحشائها برهانا عقليا مهما. ما معنى أنا مدينة العلم؟ يعني أنا مدينة العلم الوحياني، أنا مدينة الوحي، أنا مدينة الفقه الإلهي. سؤال، إذا كانت المدينة عرشية إلهية ملكوتية، فبابها باب بشري أو باب ملكوتي عرشي؟ لو سألك سائل لماذا مدينة علم النبي ليس بابها إلا علي، لا تقل لأن الرسول قال ذلك، لأنه سيقول لك أنا أعتقد أن بابها فلان وبابها فلان وفلان. لذلك عندكم روايات علي بابها وفلان سقفها وفلان حيطانها، عندهم هاي الروايات.
إذن أين البرهان الذي يقول علي هو الباب وغيره لا يصلح أن يكون بابا لمدينة علم النبي؟ تقول لأنها مدينة علم عرشي، مدينة وحي ملكوتي، فلا بد أن يكون بابها ماذا؟ عرشيا ملكوتيا. هنا أيضا لأن الولاية مفتاح التكاليف. ما معنى أن الولاية مفتاح التكاليف؟ لأنها تكاليف عرشية، تكاليف ملكوتية. البرهان الثاني قوله عليه السلام: والوالي هو الدليل عليهن. العقل يحكم أن بقاء التكاليف، يعني بقاء وحفظ الدين، لا يكون إلا بوجود القيم. تريد أن تحفظ الدين، تريد أن تحفظ رسالة، العقل بعد تردده في تجارب البشر يقول لا بد من القيم، لا بد من الحافظ. القيم الراعي له ثلاثة وظائف: الوظيفة الأولى يفتح باب التكاليف، الوظيفة الثانية يحفظ القانون عن التبديل، يرد عنه الشبهات، يرد عنه الالتباسات، والوظيفة الثالثة أنه يحمل البشرية على تطبيق القانون. فأنت انزع الولي والقيم عن القانون، سوف يبدل، يحرف، يغير، ولن تطبقه البشر. إذن الإمام عندما يقول الدليل على أفضلية الولاية على التكاليف أن التكاليف بلا ولاية ماذا؟ لا تنحفظ. التكاليف بلا ولاية لا تبقى، لا يطبقها البشر، تكتنفها الشبهات والالتباسات، فلا يوجد من يجليها ومن يظهر الحقيقة. لذلك الولاية لها دور في التأسيس، يعني شنو؟ يعني المفتاح والباب، ولها دور استشرافي مستقبلي في حفظ الشريعة، في حفظ القانون، في حفظ الرسالة. يعني من باب المثال، أنت عثرت على كنز في مكان بعيد، حتى ترجع إلى هذا الكنز تحتاج إلى جعل ماذا؟ علائم، إشارات تدلك على الموقع الحقيقي لهذا الكنز. الفاتح لكنز الشريعة هو الولي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله، والأولياء من بعده هم الأدلة والإشارات التي كلما أرادت الأمة أن تتنكب الطريق، أن تحيد، كلما أرادت الأمة أن تكبو، الإمام يدلها على الحقيقة. لذلك ماذا يقول عليه السلام؟ يقول: والولي هو الدليل عليهن. فإذا كان هو الدليل عليهن، هو الذي يرجعك إلى الحقائق، فيتقدم وزنه وتتقدم قيمته على كافة التكاليف الدينية. قد تسأل وتقول: هل هذه الرواية، رواية البحث، وخصوصا في قوله عليه السلام والوالي هو الدليل عليهن، هل لها شاهد في القرآن؟ هل لها عدل قرآني؟ أحد أكابر أعلامنا يقول: كل رواية صحيحة لا بد أن تجد عليها شاهد من القرآن، إلا أن المفسرين والمحققين قاصرون عن ذلك، ولكن يوجد كل رواية صحيحة يوجد عليها شاهد عدل من القرآن الكريم. قوله عليه السلام بأفضلية الولاية لأن الولي هو الدليل، لأن الولي هو المفتاح،
هل لها شاهد في القرآن؟ أقول نعم، شاهدها في القرآن آية غدير خوم، وهذه آية مظلومة في البحث، خصوصا في قوله تعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. أنتم راجعوا المفسرين، كل المفسرين، أغلب المفسرين يقولون هذا تهديد للنبي، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. أنا أقول لا نحتاج أن نقول هذا تهديد، وإنما نقول هذا إرشاد إلهي لحكم العقل. كيف؟ يعني الرواية تشتمل على برهان عقلي، فإن لم تفعل فما بلغت. ما هو البرهان العقلي؟ لا يريد أن يقول له ها إن لم تفعل أنت لم تبلغ، لا يريد أن يقول له، العقل القطعي يقول لك إذا بلغت كل الشريعة ثم لم تعين وصيا ثم لم توصي فأنت قد نقضت ماذا؟ نقضت كل رسالتك، كل ما بلغته نقضته لعدم الوصايا، لعدم تعيين الولي والوالي. لماذا؟ لأنه إذا جعلت قانونا شريعة بلا والي بلا ولاية، هذا معنى أن البشر ستعبث بها، يعني تكون رسالتك بلا غاية بلا نتيجة. إذن العقل يقول، التفتوا، هناك اختلاف بين المفسرين من السنة والشيعة، وإلا فإن لم تفعل فما بلغت، ماذا يبلغ؟ ماذا حتى يكون قد بلغ؟ كثير منهم قال حكم فقهي جزئي، إذا لم يبلغه لم يبلغ الرسالة. العقل يقول هذا خطأ، يعني أنت إذا كان هناك 100 تكليف وبلغ المبلغ 99 من هذه التكاليف ولم يبلغ واحدا، تقول له لم تبلغ أو تقول له تبليغك ناقص؟ ماذا؟ تبليغك ناقص. لكن إذا بلغ 100 تكليف إلا أنه لم يجعل حافظ لهذه التكاليف، لم يجعل قيما على هذه التكاليف، هنا تقول له بلاغك تبليغك كلا تبليغ. إذن العقل يقول لنا أن الشيء الذي إذا لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبلغ هو أمر عقائدي، هي الولاية الحافظة للتكاليف وليس أمرا فقهيا جزئيا. وأنتم طولت عليكم، وأنتم تعلمون ماذا جرى؟ طبعا هذه الآية فإن لم تفعل فما بلغت، البلاغ بولاية علي سلام الله عليه، وإن كنا نحتفل به في عيد الغدير إلا أن عيد الغدير هو واحد من مواقع التبليغ، يعني الغدير، فحوى الغدير، محتوى الغدير ليس هو فقط مبلغ في الغدير. أحد علمائنا الأعلام يقول إن حديث الدار، إن يوم الدار هو الغدير المنسي. ماذا جرى في الغدير؟ نصب الولاية في يوم الدار. ماذا جرى؟ بنص السنة والشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبني عبد المطلب بعد أن قال من يبايعني على أن يكون، ثم قال لعلي فأنت مثلا فأنت أخي ووصي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا. هذا غدير في يوم الدار، ولكنه غدير لم يحفل به، غدير منسي، بل أستطيع أن أقول
أن يوم الغدير يعني تعيين الوصي والولاية في يوم الغدير إنما هو نسخة من النسخ، وإلا فنسخ الغدير كثيرة في كل موقع يشيد رسول الله صلى الله عليه وآله بمنقبة من مناقب علي سلام الله عليه، هذا يوم ماذا؟ يوم غدير، يعني فيه محتوى فحوى مضمون معنى الغدير موجود. يوم الدار كان يوم غدير، عندما قال أقضاكم علي هذا يوم غدير، عندما قال أعلمكم علي، هذه كلها أيام تحمل فحوى الغدير، تحمل معنى الغدير. إذن لا يوجد عندنا غدير واحد، وإنما نسخ متعددة من يوم الغدير. الإمام عليه السلام يقول يوم الغدير يعني تعيين الولي والولاية هو الذي حفظ الدين، حفظ التكاليف. وأنت عندما تراجع، ما جرى في المسلمين بعد أن لم يقبلوا بالوصاية، هل بقت التكاليف على ما هي عليه أو لا؟ في كتاب سنن البيهقي عن عبيدة قال إني لأحفظ عن عمر 100 قضية في الجد كلها ينقض بعضها بعض، يعني كان لعمر 100 فتوى في ميراث الجد، يعني بعد أن ابتعدت الأمة عن الوصي الأساس، ابتعدت عن الولاية، هذا هو التنكب في ميراث الجد، فما بالك بالخطأ في كل الفقه، ما بالك بالتيه عن العقائد الحقة. الآن نخب، التفتوا، نخب من المذاهب الأخرى صارت تنادي بضرورة إرجاع فقه أهل البيت سلام الله عليه، وأنه الفقه الذي نجد فيه حلولا لكل مشاكل الحياة من غير أن يعود ويرجع بالسلبية على قضايا المجتمع. إذا أردتم حكم إسلامي في الفقه، في الأخلاق، في كل جوانب الحياة بلا أن تتعثروا، بلا أن تكون أحكامكم مضرة للحياة، عليكم أن ترجعوا إلى أين؟ إلى فقه. قاضي من القضاة الدمرداش القاضي المصري معروف، قصته معروفة، وهو حدث بها حتى في لقاءات تلفزيونية. هذا من النخب، كان مستشارا، يقول لقد وجدت قضايا عويصة في الطلاق كلها تؤدي إلى سلبيات اجتماعية لا مخلص منها، لم أجد لها حلا صحيحا في فقه المسلم. إلى أن سألت أستاذي الشيخ محمد أبو زقرة فقال لو كان الأمر بيدي لأرجعت المسلمين في فقه الطلاق، في الفتوى، في الأحوال الشخصية، لأرجعتهم إلى فقه جعفر الصادق عليه السلام، لأن في فقه جعفر الصادق خصوصا في مسائل الزواج، في مسائل الطلاق، شروط وقيود للطلاق إذا روعيت تقل حالات الطلاق. هذا المستشار يقول فقرأت كتاب أبو زغرة في الإمام الصادق، يقول فوجدت أنني أحتاج إلى مسيرة جديدة، إلى حياة جديدة، إلى فهم جديد. ولذلك لما أخذت بفقه الإمام الصادق صرت أقرأ القرآن قراءة متميزة، قراءة جديدة. إذا أردنا سلوك معتدل، إذا أردنا فقها يحكم الحياة من غير أن يعود بالمضرة على المجتمع، على الأفراد، على التجمعات البشرية، علينا أن نرجع إلى فقه الولاية، فهي باب التكاليف
وهي التي تعطي المعنى الصحيح لتكاليف الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآل محمد.